ما جاش في باله ان الاهلي هيوصل للمكانة دي، بس من اول يوم كان بيراهن على النادي ده، اختار له اسم عشان يكون لكل اهل مصر. وعشان كده التاريخ عمره ما هينسى صاحب فكرة تأسيس الاهلي، راجل اسمه عمر بك لطفي. عمر لطفي اتولد في اسكندرية سنة 1867، وترجع أصوله لأسرة مغربية جت مصر في عهد محمد علي. اتخرج من مدرسة الحقوق واشتغل محامي في مكتب سعد باشا زغلول، ثم قاضي بمحكمة إنا، واتجه للتعليم ومسك مناصب مهمة جدا رغم سنه الصغير. وقبل وفاته بأربع سنين أسس النادي الأهلي. كان عمر لطفي رئيس لنادي طلبة المدارس، وده النادي اللي كان أسسه عشان الطلبة يعبروا فيه عن نفسهم، وفكر في تأسيس نادي جديد لممارسة الرياضة. عمر لطفي ده كان راجل مختلف، فعلا كان راجل مختلف. ما حاولش السيطرة على النادي أو يكون رئيس ليه، لكنه منح النادي الأهلي الحب، والأهلي منحه الحب الكبير جدا واداله مكانة خاصة رغم مرور العمر والزمن والتاريخ. ما كانش عمر لطفي رجل عادي أبدا، عشان كده التاريخ وقف قدامه كتير جدا ولسه واقف قدامه. تحية لمؤسس النادي الأهلي، تحية لعمر بك لطفي، وكل سنة والأهلي وجماهيره طيبين.